شاف عا شاف عا شي حاجه دايزه كيقول اه الحموضه ولا شي وحدين كاتبينها في الكلافيي من العام اللي فات كيجي رمضان كيديروا لها اونطري جوج سيمانات درت قناه في اليوتيوب اخويا نعم بطاله فنيه هي اللي خلاتك انك دير لا نهائيا ما كايناش الحمد لله بطاله فنيه كاين بغيت نفرغ انايا وبغيت اخويا نعيش ندير الميزاجور لراسي سكينة درابيل تعتذر للمغاربة وترد على منتقدي مسلسل المكتوب المثير للجدل. بعد النجاح الذي حققه المسلسل الرمضاني الدرامي المكتوب الذي أثار الكثير من الجدل بالمغرب بين مؤيد ومعارض بسبب تناول موضوع الشيخة، كان لإحدى الجرائد الإلكترونية لقاء صحفي مع الفنانة سكينة درابيل التي لعبت دورا محوريا في هذا العمل التلفزيوني، حيث كشفت من خلال هذا اللقاء جوانب مختلفة طابعت أحداث هذا المسلسل، فضلا عن الغموض الكبير الذي لف عرض حلقته الأخيرة. وفي المقابل دافعت درابيل عن مشاركتها في هذا العمل، حيث أكدت أنه حقق نجاحا باهرا وغير مسبوق من حيث نسب المشاهدات، قبل أن تؤكد أنه تطرق وبكل جرأة لموضوع حساس جدا، وهو ما يفسر بحسب درابيل حجم التفاعل الكبير الذي وازع عرض حلقاته. الناس شوفي من نهار بدا السيتكوم هما تيقولوا عليه حامض، يعني واحد راه يقدر كاع ما يكون تفرج شاف عا شي حاجه دايزه كيقول اه الحموض. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.